الحقيقة أن من ينظر إلى واقعنا اليوم ويتأمل في حال كثير من أبناء الإسلام ممن خاضوا غمار وسائل التواصل الاجتماعي يجد أن بعضهم قد وصل في دنيء الأخلاق إلى أمور يستحى من ذكرها فضلا عن ردها ونقدها، وصلوا إلى مراحل يبثون من هواتفهم ومن أجهزتهم ما فيه السخرية بآبائهم وأمهاتهم، يبثون من أجهزتهم ما فيه السخرية من عقائدهم ودينهم، ويبثون من أجهزتهم ما فيه السخرية من مساجدهم أو من كتبهم. ووصلنا إلى أمر لإضحاك الآخرين أو لكسب أعداد المشاهدين ما يكشفون به العورات، أو يستعملون دنيء الأخلاق، أو يستهزئون ويسخرون بالناس، أو يفعلون من الأفعال ما لا يليق بالعقلاء، بل هو إلى الجنون أقرب. ورأينا من كبار السن من الشباب ومن غيرهم من يفعل أفعال الصبيان، كل ذلك تقليدا وتأسيا إما بغير المسلمين وإما بأهل الفسق والضلال والانحراف الأخلاقي ممن نسب إلى الإسلام. ولا يغيب عنا ما وصل إليه البعض الآن حتى من شرب القهوة في مراضع الأطفال، كل ذلك يدل على استخفاف بالعقول وعلى ضعف في التفكير. لماذا هؤلاء لا يستغلون طاقاتهم؟ لماذا هؤلاء لا يستغلون طاقاتهم في بناء الأوطان؟ يستغلونها فيما ينفعهم في فكرهم في أبدانهم، ينفع مجتمعهم وينفع أسرهم وينفع عقولهم، بدلا من صرف الجهود وتبذيرها في سخافات لا قيمة لها تدل على ضحالة التفكير وعلى ضعف الهمة وعلى غياب الموجه وعلى قلة المراقبة وعلى البعد عن معرفة أهمية الأخلاق في حياة الإنسان وفي سلوكه اليومي. يفعل للأسف البعض من الأفعال ما يتنزه عنها غير المسلمين، بل يفعلون من الأفعال ما لا يليق إلا بالبهائم، ليس لشيء إلا تقليدا أدى إلى انهدام للأخلاق وبعد عن التفكير الراقي الذي يصل بصاحبه إلى معالي الأمور ويبعده عن سفسافها ويبعده عن دنيئها ويبعده عن موارد الهلاك التي أدى إليها هذا الأمر. هؤلاء لا يعون للأسف أن هذه الاستخفافات وهذه الفتن وهذا الإسراف والتبذير الحاصل نتيجة للتقليد أن هذا قد يكون فتنة ويكون أثرها على المجتمع ككل. الله جل وعلا قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يقول العلماء: هذه الفتنة تصيب، لا بل تصيب فاعل الظلم وغيره، تصيب فاعل الظلم وغيره،